زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي اليوم معرض جايتكس لتقنية المعلومات الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى 5 أيام، على أن يسدل الستار على هذا الحدث العالمي المتميز بعد غد الخميس. وبدأ سموه جولته التي رافقه خلالها معالي محمد بن عبد الله القرقاو وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة هلال سعيد المري رئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجارية العالمي عند منصة القيادة العامة لشرطة دبي التي تعرض أحدث خدماتها الذكية التي تقدمها للجمهور. واستمع سموه من القائد العام اللواء عبد الله خليفة المري لشرح حول هذه الخدمات وأهمها المراكز الذكية SPS وخدمة الرادارات المتحركة والدراجات النارية التي تسير على الطاقة الكهربائية لأول مرة، وهي مخصصة للمخالفات المرورية دون توقف السائق المخالف. وعرج سمو نائب حاكم دبي على منصة هيئة الصحة في دبي، واستمع من رئيس مجلس إدارتها مديرها العام معالي حميد محمد القطامي إلى أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لمرضاها والمتعاملين معها، وأهمها الصيدلة الذكية والعيادة الذكية وملف المريض الطبي الإلكتروني وغيرها من الخدمات المتطورة. وتوقف سموه عند عدد من المنصات الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية، منها مؤسسة دبي للإعلام ودائرة الأراضي والأملاك ومنصة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث استمع سموه من سعادة أحمد سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي للإعلام إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم خاصة من ذوي الإعاقات البصرية. واستمع سموه كذلك من سعادة سلطان بن بطي مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى شرح تضمن التعريف بالخدمات الذكية التي تقدمها لعملائها، ومنها خارطة الذكية والمعاملة الذكية. ثم توقف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم عند منصة هيئة الطرق والمواصلات، واستمع من مسؤوليها إلى أهم الخدمات الذكية المستخدمة في إدارات وأقسام الهيئة والخاصة بالتسهيل على عملائها، خاصة الإشارة الضوئية الذكية لعبور المشاة والتاكسي الطائر ذاتي القيادة، ثم برنامج سهيل. وتوقف سموه كذلك عند منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، واستمع من سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أبرز الخدمات الذكية الجديدة التي تطبقها الهيئة في مراكز المتعاملين، خاصة رماس الموظف الافتراضي المثالي الذي يلبي حاجة المتعاملين بالإجابة على مختلف استفساراتهم وإرشاداتهم إلى الخطوات التي يجب اتباعها لدفع الفاتورة مثلا وغيرها من المعاملات. وزار سموه ومرافقوه منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي التي تعرض بعضا من مشاريعها المستقبلية، إذ شرح سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة والأجانب إلى سموه آلية العمل للممر الذكي في مطارات دبي وخدمة المسافر الذكي عبر منافذ الدولة البرية. كما توقف سمو نائب حاكم دبي عند منصة محاكم دبي واطلع على خدماتها الذكية من مديرها العام سعادة اللواء محمد عبيد المنصوري والمتمثلة في نظام الإنابات القضائية وغيرها. وعرج سموه أيضا على منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين واطلع من القائمين عليها على أهم الخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة. وتوقف سموه عند منصة دبي الذكية واطلع خلال توقفه على الغرفة المظلمة على خارطة دبي الذكية، واستمع من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية لتفاصيل الخارطة الجديدة التي تشمل جميع مناطق وشوارع دبي ومرافقها الخدمية والسياحية ومواقفها وما إلى ذلك. واختتم سموه جولته عند منصة نداء مؤسسة الاتصالات المتخصصة ومقرها دبي، حيث اطلع سموه على أهم خدمات هذه المؤسسة المتمثلة في التحكم الآلي للقوارب والمراكب البحرية من خلال شبكة الجيل الرابع. وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم في ختام جولته عن ارتياحه لمواكبة مؤسساتنا الحكومية وشبه الحكومية لكل ما هو جديد في عالم المعلوماتية والتقنيات الذكية وتطبيقاتها في هذه المؤسسات في إطار خطة دبي لتصبح مدينة ذكية بالكامل، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.